النهاردة الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العربية للتصنيع وقع بروتوكول تعاون في مجالات تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتنفيذ الابتكارات والاختراعات اللي بتخدم مجال الرعاية الصحية، بما يضمن استمرار الارتقاء بالخدمات الطبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030. ايه تفاصيل الموضوع ده؟ عشان كده معانا المهندس محمد السيسي، مدير إدارة المشروعات الهندسية بهيئة الرعاية الصحية. مهندس محمد، تحياتي لحضرتك. تحياتي ليك يا استاذ هيا، اهلا بيك. اهلا وسهلا. حد يسمع يقول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مع الرعاية، رعاية التأمين الصحي الشامل، ايه اللي هيحصل؟ صحيح، وانا بس احب اوضح في البداية ان الهيئة العامة للرعاية الصحية هي احدى الهيئات التي انشأت طبقا لقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، وهي الهيئة المنوط بها ضبط وتنظيم، وهي أداة الدولة لتأدية الخدمات الطبية والصحية بجمهورية مصر العربية، طبعا طبقا للدستور الجديد ان الناتج القومي للدولة المصرية مخصص ليه نسبة كبيرة جدا من الخدمات الطبية والصحية. وبدأ منذ تأسيس الهيئة حتى تاريخه التسير بتطويع خدمات الذكاء الاصطناعي لخدمة الكادر الطبي والتمريض والمستفيد كمان مترك الخدمة لدى الهيئة العامة للرعاية الصحية. وفي الفترة دي تم استقطاب العديد من الأفكار العاملين في الهيئة وبلورتها، ورأينا طبعا الهيئة العربية للتصنيع احدى قلاع الدولة المهمة جدا الصناعية اللي لها باع طويل كمان في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وعملت حاجات كتير على مدار الفترة الماضية، اللي احنا بنستخدم الإمكانيات الاصطناعية المتاحة عندهم لتنفيذ هذه الأفكار على أرض الواقع بالمشاركة طبعا معانا. إيه هي بقى الأفكار؟ يعني إزاي إحنا نستفاد من الذكاء الاصطناعي في الرعاية الطبية؟ الذكاء الاصطناعي يعني في أفكار كتير، في يعني أنا مش عاوز أحرق كل الأخبار، لكن على مدار الفترة الجاية هيكون في إعلان لهذه الأفكار، لكن هديك نبذة بسيطة عنها. اتفضل. إن علوم الروبوتات زي نفسها وتأدية الخدمات الطبية عندها وتشخيص الأمراض والتطبيب عن بعد، دي كلها خدمات ذكاء اصطناعي. كمان في لتأدية الخدمة ذات نفسها للمستفيد، يمكن للمستفيد بطريقة أو بأخرى أنه يتلقى الخدمة عن طريق الأبلكيشن موبايل والتشخيص الأولي في التطبيب عن بعد. ممكن للمريض يستخدم دي أن هو ما يروحش المستشفى أو المجمع أو المركز أو الوحدة، ويقدر يتابع علاجه مع طبيب الأسرة، يقدر يتابع المواعيد زيارته لهذه المنشأة. دي كلها خدمات بتندرج تحت الذكاء الاصطناعي، تمام؟ ودوت طبعا هيقلل من استهلاك العامل البشري، وهيقلل من الضغط على المستشفيات، وهيقلل كمان من وقت المستفيد او المتلقي. لا، واخيرا كمان يعني هيخلي مصر على الخريطه، يعني لان احنا بنشوف كتير جدا من الدول دلوقتي في حصل دمج ما بين الذكاء الاصطناعي وما بين المستشفيات وكل الاماكن الرعايه الصحيه اللي خاصه بيها. طبعا مصر كان ضروري جدا انها تكون موجوده بالشكل ده في التطور عشان تقدر انها تواكب العالم بشكل حديث. المهندس محمد السيسي، مدير اداره المشروعات الهندسيه بهيئه الرعايه الصحيه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات.